وصلنا إلى فقرة خبراء ترندات. في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وما تعرضه على أطفالنا، أصبح التحكم فيما يطلع عليه الأطفال ضرباً من الخيال، فكيف نحمي الأطفال من المحتوى غير المناسب بمختلف أنواعه وأصنافه؟ وكيف نمكنهم من الولوج إلى الإنترنت بأمان ودون مخاطر؟ للحديث حول هذا تنضم إلينا الصحفية ومدربة التربية الإعلامية عهود محسن عبر تطبيق الزوم للحديث حول حماية الأطفال. أهلا ومرحبا بك سيدة عهود. مساء الخير، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. بناء على ما قدمناه، يعني ما هي الأساسيات التي لا يمكن إغفالها، ينبغي على الأهل مراعاتها في تعاملهم مع الأطفال، خاصة عندما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام؟ بالبداية أنا حابة أحكي أنه مسألة تواصل الأطفال عبر الإنترنت أصبحت مسألة أكثر حساسية من أي وقت سابق في المرحلة الحالية، نظراً لاتساع المساحة اللي مسموح للأطفال بالتواصل من خلال وسائط المتعددة على خدمات الإنترنت مثل إنستغرام، واتساب، الألعاب الإلكترونية. فهذا كله بالتأكيد يعني بيحتم على الأهل إنه يكون في عندهم أساليب للحماية والوقاية لهدول الأطفال، من خلال بداية الحديث مع الطفل عن استخدام آمن للإنترنت، بمعنى أنا أشرح له إيش يعني إنترنت، أشرح له إيش البرامج الآمنة، أوعي باتجاه التواصل مع الآخرين عبر الإنترنت، إيش المسموح وإيش اللي ممنوع. وكمان يعني في مراحل متقدمة من هذا الإشي ممكن إنه أستخدم برامج حماية وحجب لبعض المواقع حتى أنا أجنب طفلي الأضرار المتأتية من هاي المواقع، لأنه مثل ما بنعرف أنه الإنترنت مساحة مفتوحة. نعم. تحوي على الكثير من المعلومات السلبي والإيجابي، الضار والنافع، ولا يوجد هناك أي مدخل للسيطرة على الفضاء الأزرق. نعم. لكن أنا كأم لأطفال بالضرورة يجب علي المساهمة بشكل أو بآخر في حماية أطفالي من الاستخدام الضار للإنترنت. ربما من الصعب مثلما ذكرت سيدة عهود السيطرة بشكل كامل، لكن هل هناك رسالة مباشرة يعني يمكن للطفل أن يفهمها بلغتنا، أن يفهمها ويحاول أن يحمي نفسه عند استخدام الإنترنت؟ يعني أنا بالبداية بدي أحكي له أنه يعني البيانات الشخصية للطفل على أي تطبيق، أي أبليكيشن موجود على الإنترنت، هاي بيانات شخصية محمية إلي، بمعنى صوري، شهادة ميلادي، رقمي الوطني، حدا يقول لي بدي وثيقة، بدي جواز سفر أهلك، بدي دفتر عيلة أهلك، هوية أمك، هوية أبوك، هاي محرمات ما يجب التعامل معها على الإنترنت، ما بيصير إنه أنا أعرضها. الإشي الثاني إنه إضافة الغرباء، بمعنى أنا شخص ما بعرفه، مش من الدائرة الضيقة أو المحيط الضيق إلي، يعني عم، خال، صديق، صديقة، معلمتي بالمدرسة، صديقي بالنادي، أبعد من هيك. أنا بتهيأ لي إنه إحنا بندخل أطفالنا بدائرة الخطر بحال سمحنا لهم بالتواصل مع ناس أبعد من هاي الحدود. نعم. ماذا لو أصر؟ نعم. ماذا لو أصر الإبن أو الطفل أو ربما اليافع على كسر هذه القواعد واختراق الإنترنت وعدم الاستجابة لوالديه في هذا الموضوع؟ ما الإجراء السليم المتبع أو يفترض أن يتبع من الأهل؟ يعني أنا بالنسبة إلي يعني كمدربة للتربية الإعلامية وكأم بالبداية، بالنسبة إلي يعني بدي أحاول أتدخل بطريقة يعني أكثر فاعلية مع هذا الطفل بالبداية، بإني أنا أحاول أدخل إلى الأجهزة الإلكترونية اللي معه، أدخل على حساباته، أعيد برمجة الحسابات من خلال السلوكات الآمنة، إنه أعمل له بحث آمن، أعمل له رقابة والدية، أعمل له ثنائية المصادقة بين الأجهزة، بمعنى إنه أنا إيميل ابني أو بنتي أنا بربطه على إيميلي على حسابي الشخصي. نعم. حتى أنا بحال أعرف إيش الرسائل اللي وصلته، إيش اللي بعته. ممكن أنا بالبحث الآمن بجوجل إنه أدخل أدوات البحث الآمن على الشبكة وأستخدمها أنا كتقنية لمساعدتي بالحفاظ عليها. نعم. أحجب بعض المواقع،
أو أقيد استخدامها، أقيد استخدام الصور، أقيد استخدام الفيديوهات، وأكون برضو مخضعيتها لرقابة أبوية، لأنه جوجل بيتيح لنا بعض الميزات اللي بتساعد الرقابة الأبوية على الأطفال. نعم. لأنه يعني أندر إيج هدول بيكونوا غير قادرين على استخدام آمن في غالبية الحالات. أكيد. ومن المهم سيدة عهود إذا سمحتي لي، ومن المهم أيضا أن يطلع الأبوان على كيفية ربط أجهزتهم بأجهزة أبنائهم حتى يحمونهم بشكل أفضل. أشكرك جزيل الشكر عهود محسن، الصحفية والمدربة في مجال التربية الإعلامية، شكرا جزيلا لك. طبعا موضوع الاهتمام من قبل الأهل وطريقة دمج الأجهزة مع بعضها وحماية أبنائهم، ربما عالم الإنترنت يعج بالمواضيع القيمة التي تساعد الأهل على حماية أبنائهم وكيفية ربط الأجهزة فيما بينها لتعزيز الرقابة.